طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، يشرفنا ويسعدنا جدا إنه نتطرق لموضوع من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، إنتاج المعرفة والمشاركة بتاعتها على الإنترنت. وفي هذا الإطار يشرفنا أن ندعو مجموعة مستخدمي الويكيميديا، الويكي ميديا بالميم، السودانيين في بث مباشر تحت عنوان السودان والمساهمة في إنتاج المعرفة الحرة. الجلسة دي فيها الأستاذة مرام علي أحمد، محاضر فيزياء جامعة الخرطوم، جامعة الرباط الوطني في الخرطوم، والأستاذة علا عبد الله مهدي، مهتمة بقضايا التنمية والنوع الاجتماعي في الخرطوم والسودان، الأستاذ عصام إدريس، أستاذ دراسات الحاسوب بجامعة الخرطوم، وأستاذة فاطمة محمد، أستاذة دراسات الحاسوب بجامعة نيالا. في كمية بتاع الصعوبات ومشاكل متعلقة بالإنترنت، بالكهرباء، بغيره، لكن الشباب الرائعين ديل برغم الصعوبات دي كلها مصرين إنه يعني السودان يكون عنده إنتاج معرفي موجود على الإنترنت. فهنبدأ مع الأستاذة مرام. أستاذة مرام، مرحبا بيكي، اتفضلي. أهلا بك، السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم أنا مرام من جامعة الرباط الوطني، محاضر بجامعة الرباط. نحن الليلة عندنا البرزنتيشن ده هنقدمه إن شاء الله. معانا فاطمة وعصام وعلا، نحن شباب بتاعين مجموعة مستخدمي الويكيميديا السودانية. طيب، اللايف ده إن شاء الله هنتكلم عن مشاريع الويكيميديا. هنعرف الويكيميديا هي أساسا شنو، الناس كلها بتعرف الويكيميديا. هنعرف الويكيميديا هي شنو، وأهم المشاريع في الويكيميديا اللي هي الويكيميديا والويكيميديا كومونز، كويس. هنتكلم عن مجموعة المستخدمين هي أصلا شنو، مجموعة المستخدمين السودانيين اللي هم نحن الشباب ديل. بعد ذاك هنوري المشاريع اللي اشتغلناها والمشاريع السابقة والمشاريع الحالية رننج شغالة، والمشاريع الجاية والجهات اللي دعمتنا وأهدافنا نحن هتنضموا لنا كيف، والفرص والتحديات زي ما انتم شايفين التحديات اللي احنا بنواجهها عشان نقدر نشتغل في الظروف الحالية. طيب، مؤسسة الويكيميديا هي مؤسسة عالمية غير ربحية، يعني هي المؤسسة الويكيميديا دي مؤسسة أكبر من الويكيبيديا. الويكيبيديا هي أحد مشاريعها، كويس، لكن هي مؤسسة عالمية غير ربحية بتعمل على تشجيع وتطوير وتوزيع محتوى حر. محتوى حر يعني شنو؟ يعني محتوى مجانا لكل الناس اللي هم عارضين للمحتوى، متعدد اللغات، كل ما كانت اللغات أكتر كل ما كانت أكتر انتشارا، كويس. وتقدم المحتوى ده في مشاريع متعددة، اللي هي واحد من مشاريع الويكيبيديا، أضخم مشروع منها هو، وتعتبر من أكثر 10 مواقع زيارة على مستوى العالم. طيب، مؤسسة الويكيميديا الهدف منها شنو؟ إن هي تشجع المعرفة الحرة المجانية لكل الناس، توفرها عبر المجتمعات اللي هم زي نحن، زي المجتمع بتاع ويكيميديا السوداني. نحن بنتشارك كمجتمعات، بنتشارك إنه المعرفة تكون مجانية، ونحن نشتغل مع المجتمع ذاته داخل الحيز اللي احنا موجودين فيه، ومع المجتمعات الثانية في البلاد الثانية، كويس. ويكيميديا عندها، هي مؤسسة قلنا خيرية، يعني فيها مجموعة كبيرة من الموظفين والمتعاقدين، وفي مجموعة من كبيرة من الجهات الداعمة، كويس. حتى الموظفين اللي فيها هم عبارة عن موظفين شغالين تحت الجهات الداعمة والمانحة لها. طيب، في 1 مليون جهاز بيستخدموا مواقع ويكيميديا شهريا، في 53 مليون ملف في ويكيميديا كومونز، صور، ملفات نصية وخرائط وبيانات وتصميمات. دي الحجم الجهات أو المستفيدين من المؤسسة، كويس. ويكيميديا فيها مجموعة كبيرة من اللجان، البورد كوميتي، الكوميونيتي كوميتي، الويكيميديا فاونديشن، فيها مجالس الإدارة، كويس. مشاريع ويكيميديا اللي هم الناس اللي بيعرفوا الويكيميديا، في الويكيميديا كومونز، الويكيميديا اللي هي المقالات النصية اللي بتكون تتكلم عن
المقالات عن المقالة لازم تكون ملحوظة، لازم يكون عندها قيمة حتى تتكتب في ويكيميديا أو تكون موجودة في الويكيميديا كمقالة أو كصورة أو كبيان أي نوع من أنواع البيانات. كويس، في كثير من المشاريع في ويكيميديا عندنا الكومونز اللي هو عبارة عن مستودع بتاع صور، ده الأهم مشروعين، الويكيميديا بتاع المقالات وويكيميديا كومونز اللي هو مستودع كبير للصور والملفات الصوتية والفيديوهات. عندنا الويكي الكتب اللي هي بتوفر مجموعة كبيرة من الكتب المجانية، الويكي داتا اللي هي بتربط بتكون رابطة كمية كبيرة من البيانات في شكل بتاع جداول بيانية اللي هي بتوضح إنه نوع الحاجة شنو، كل المعلومات المتخصصة بها، ويكي كاموس القواميس، ويكي الجامعة، ويكي الرحلات، ويكي داتا، ويكي الاقتباسات اللي هي بتتكلم بتعبر عن الاقتباسات التاريخية الموجودة لمقولات بتاعت شخصيات عندها فاليو. وفي مجموعة كبيرة من المشاريع الشقيقة، دي المشاريع الأساسية، وفي مجموعة أكبر من كده من المشاريع الشقيقة، ما بس دي هي المشروع المشاريع المذكورة دي هي بس. إحنا كلنا بنعرف ويكيبيديا، ويكيبيديا ذاتها عشان الزول يقدر يكتب فيها كويس، وهي واحدة من الحاجات المهمة اللي ما قلتها في ويكيبيديا أو في الويكيميديا كلها، إنه الويكيميديا بتخلي كل المنضمين لها يشاركوا في إنتاج المعرفة دي. يعني دي الحاجة المساهمة في إنه الويكيميديا تكون كبيرة وساهمت في انتشارها على مستوى كبير جداً، إنه كل الناس بيقدروا يشاركوا في إنتاج المعرفة كويس، في إضافة ويكيميديا، في تصحيح المعلومات الموجودة على ويكيميديا، في مجموعة كبيرة من الإديتورز المحررين اللي هم بيراجعوا وراء المعلومات الموجودة. المعلومات الموجودة لازم يكون عندها مصادر، يعني ما في زول أي زول بيقدر يشارك يكتب، لكن ما أي زول بيقدر يشارك محتاج إنه يكون، عشان يقدر يشارك محتاج يكون عنده مصدر للمعلومة اللي جايبة. كويس، بعد كده في مجموعة من المحررين اللي هم بيجوا يراجعوا كويس، وإذا كان في أي أخطاء أو أي أشياء غير مسموح بها تتكتب فهم بيراجعوا وراها. ويكيبيديا الموسوعة اللي احنا بنعرفها عندها ركائز، ما أي كلام ممكن يتكتب، هو مشروع بتاع موسوعة. موسوعة معناتها المعلومات، معناتها هي بتختص بمعلومات، لازم يكون الحاجات الموجودة فيها معلومة، مش آراء شخصية أو آراء سياسية أو إعلانات أو كده، لازم يكون وجهة النظر فيها محايدة لزول بيكتب، ما المفروض يكتب الآراء اللي هي بتكون بتركز على رأي معين، على لازم الآراء تكون متوازنة كويس. مشروع حرة المحتوى يعني مجانية، أي زول ممكن يحصل على المعلومة الموجودة في ويكيبيديا. في بتتيح ويكيبيديا النقاش بين المستخدمين، يعني إذا في زول حاب إنه زول يراجع مقالته، إذا في زول كتب مقال رأي، الناس ممكن تتناقش فيه في صفحة في كل مقالة بتختص بالنقاش. ويكيبيديا ما عندها قوانين صارمة ما عدا الخمسة ركائز الموجودة اللي ذكرت دي. كويس، المشروع الثاني الكبير هو ويكيميديا كومونز اللي هو الصور، اللي هو مستودع بتاع صور بيترفع فيه الصور والملفات والوسائط المتعددة كويس، اللي هي كل المشاريع بتكون متكاملة بينها وبين بعضها البعض. أي مشروع في ويكيميديا بيقدر يشارك نشارك المعلومة الموجودة فيه مع المشاريع الثانية. فالمشروعين ديل هم أكبر مشروعين وأكثر مشاريع الناس اللي هي بتضيف فيها للمعلومات وبتساهم في إظهار المعلومات بشكل أفضل من كلهم طبعا بيشاركوا مع بعض في إظهار المعلومة، لكن هم ديل أكثر استخداما من الناس. طيب مجتمعات ويكيميديا يعني شنو؟ يعني مجتمعات ويكيميديا ديل هم اللي هم الجروبس أو المجموعات اللي هم
بيتجمعوا مع بعض عشان يقدروا يساهموا في إنتاج المعلومة أو إنتاج الصورة اللي إحنا شايفينها على صفحات الإنترنت دي اللي بتختص بويكيميديا. في بتقسموا المجتمعات للأفليشن، لجنة الانتماءات، والفصول chapters، الثيماتيك organization واليوزر جروبز اللي هم ديل نحن هنا في السودان. بيس كل واحد من المجتمعات ديل بيختص، عنده خصائص بتختلف عن الخصائص الثانية أو عن المجموعات الثانية، لكن كلهم بيساهموا في إنتاج المعرفة وفي إظهار الموسوعة أو الموسوعة أو المشاريع الموجودة دي بالشكل اللي إحنا شايفينه. طيب عندنا هنا ده thematic organization ولا بس user groups هنا في السودان؟ لا، في السودان في بس user group اللي هم أوكي. إحنا أنتوا نفسكم المجموعة نفسها. أيوة، المجموعة دي اللي هي تم اعتمادها في شهر 6 جون 14 جون 2020. إحنا شغالين يعني لنا سنتين شغالين on continuous basis، يعني شغالين باستمرار شغالين، حتى تقدرنا عندنا شروط حتى، يعني ما بنحصل على اليوزر جروب ما لم نحقق الشروط المعينة دي. فكنا شغالين من 2018 على حد ما وصلنا لانه احنا قدرنا نقدر نقوم مجموعه بتاعت يوزر جروب. السلايد اللي بعديها دكتور، اللي هم احنا في الصوره دي فيها عصام وانا وعلا، كنا شغالين في واحد من البرامج اللي هي حنذكرها بعد شويه. تمام. مجموعة المستخدمين هي مجموعة مفتوحة العضوية، أي زول ممكن يشارك فيها. نحن بندعو الناس اللي بيشاهدوا في اللايف ده إنهم يشاركونا في العضوية بتاعتنا، وكلنا نعمل على خلق رؤية جديدة للسودان. إحنا عاوزين المقالات السودانية تظهر أو السودان يظهر لنا في الموسوعة بشكل مختلف وبشكل صحيح، يعني المعلومات الموجودة في الموسوعة بتاعت ويكيميديا أو الموجودة في الويكيميديا عن السودان. في مقالات كثيرة موجودة لكن ما بقدر البلاد الثانية، مختلفين عن البلاد الثانية. الوضع بعد شوية حيذكروا الأخوان معنا في الجروب. والصورة عاوزينها تكون مكتبة نحن، لأنه غالبا أغلب المعلومات الموجودة عن السودان مكتوبة بأقلام غير سودانية، فدائما الرؤية بتكون مختلفة عن لما نكتبها الزول هو ذاته من البلد ذاته. طيب احنا انضمينا كمجموعة مستخدمين، في 135 مجموعة مستخدمين أخرى في الويكيميديا حول العالم كله. يعني هي مجموعة تنسيقية وتنظيمية وليست مسؤولة عن دارة أو التحكم في المحتوى. إحنا ما بنتحكم في المحتوى، إحنا هو موسوعة حرة، أي زول بيقدر يخش يكتب أي كلام إذا هو طالما هو كلام عنده قيمة. كويس. فإحنا كمجموعة، إحنا مجموعة تنسيقية بننظم الشغل وما مسؤولين عن المحتوى، عن نوع المحتوى اللي بيتكتب، لكن إحنا بنوجه الناس إنهم هم الحاجة الصحيحة اللي هي تتكتب شنو. طيب هيكل المجموعة، عمل إحنا طبعاً قلنا اللي إحنا أغراض التنسيق والمتابعة بين كل واحد من أفراد المجتمع ده. المجموعة اللي إحنا شغالين فيها دي عنده دور معين في المجموعة، وفي النهاية كلنا بنتشارك عشان ما ننتج محتوى أفضل. كويس. منسق المجموعة اللي هي أنا مرام، في عصام مدير الموارد المالية، فاطمة منسق الفعاليات، وعلا في الاتصالات، وعندنا في التشبيك والشراكات حسن حسون. أستاذ علا حتواصل معا من هنا فوق لنا معنا علا. شكرا لك يا مرام. يعني علا عملت لك أميوت، فياريت أعمل أميوت من عندك هناك. أولو عصام تفضل أي مسموع. ممتاز. شكرا يا مرام على المقدمة اللي قدم فيها. نحن نفتقد زميلتنا فاطمة معانا من نيالة، لكن نواصل نعرف المجتمع والشغل اللي شغالين فيه. زي ما مرام استعرضت الهيكل بتاع المجموعة،
كمستخدمين ويكيميديا السودان. الادوار اللي احنا اتفقنا عليها هي ادوار تنسيقيه، بنعتمد هيكل افقي اللي هو ما فيه تراتبيه. القرارات في المجتمع بتاع ويكيميديا هي قرارات جماعيه تشاركيه. فكيف ممكن تنضموا للمجتمع بتاع ويكيميديا السودان؟ العضويه عموما مفتوحه لكل دول وزوله مهتمين باسراء المحتوى الالكتروني عن السودان. كل اللي عليك تعمله هو انك انت تسجل عبر ملء الفورم بتاع التسجيل لاغراض التنسيق والتواصل والتشبيه. انضمامك للمجتمع يعني انك انت مهتم بانه تسري المحتوى الالكتروني في ادوار مختلفه، اذا كان مهتم بالتصحيح اللغوي، اذا انت مهتم بمشاركه معرفه انت في تنتجها كمنتج محتوى، اذا كان بتصور، كاتب، مؤرخ، باحث، صحفي، ولا مجرد هاوي بتكتب كتابات مختلفة ومهتم بالتوثيق. طيب نحن بعد ما انت انضميت للمجتمع ده هتستفيد شنو، او شنو هي الفرص اللي ممكن يوفرها لك المجتمع بتاع الميديا؟ عموما هي انت بتنضم كده لمجتمع كبير على مستوى العالم، فيه عدد من المشاريع زي ما قالت مرام، مشاريع مختلفة، اهتمامات مختلفة. حتى لما استعرضنا المجتمعات بالبيت بنتكلم عن ناس مجموعة بتاعت مشتركين بينضموا لأهداف محددة، مثلا زي الأورجنايزيشن، وفي ناس بيضمهم جسم أكبر زي تشارتر على مستوى دول مختلفة. فبالنسبة لنا أنت بتلقى فرصة لأنك تشارك في تحرير وتطوير المحتوى الحر. المحتوى الحر هو محتوى يخضع لرخصة المشاع ومحتوى متعدد اللغات، فبالتالي أنت ممكن تطور مهاراتك الخاصة بالترجمة، بالتحرير، تشارك خبراتك تحت الترجمة مع مجتمعات أخرى، وتصهر مهاراتك دي فتشاركها مع الناس. ممكن تساهم في نشر المعرفة اللي أنت بتنتجها بين شعوب العالم، بدل ما أنت تكون محدود في محيطك المحدود كدولة أو كقطر أو كريجون حتى، أو يعني مستوى الإقليمي مثلا. أنت كده بتطلع للعالمية لما تتطوع بمشاركة كتاب أو مرجع أو مجلة أنت بتصممها أو بتشارك في صناعتك، وبالتالي أنت كجزء كعضو من المجتمع بتشارك وتستفيد، بتشارك بالمعرفة وبتستفيد إنك بيحصل لك انتشار أكبر وتعرف على مجتمعات أنت من غير ويكيميديا ممكن ما كان تصدق. ده على مستويات مختلفة، إذا كنت أنت منتج المعرفة طالب أو باحث. في فرصة أخرى للباحثين والمهتمين بصناعة المحتوى برضو، إنه أنت ممكن تلقى فرص الاشتراك في مجلات علمية ومكتبات إلكترونية عن طريق الويكي واللايبرريز اللي هي المكتبات اللي هي جزء من مجتمع ويكيميديا، من غيرها كان ممكن ما تلقى. بالنسبة للعملية التعليمية برضو ممكن أنت من انضمامك لويكيميديا كأستاذ تستخدم منصات ويكيميديا العالمية التعليمية وتحسن المحتوى بتاع ويكيميديا برضو. بالنسبة للطالب هي بتبقى التمارين اللي بتأخذها في المؤسسة التعليمية الخاصة بك، إذا كانت على مستوى الكليات، الجامعات، المدارس الثانوية، دي أقل مثلا مستوى ممكن نتكلم عنه. بيبقى ما مجرد عمل روتيني انت بتعمله وبعدك بترميه او بيصححه ليك الاستاذ بس، لكن هي بتبقى جزء من عملية طريق تشاركية. طيب المشاركة والمساهمة في مؤتمرات ومجتمعات ويكيميديا هي برضو واحدة من الفرص اللي انت او انت بتتاح لك عبر الانضمام لويكيميديا. طيب يعني انا لما انضم لفرص للمجتمع ده معناها نتكلم عن فرص المجتمعات. انت معناها بتنضم لاكبر خامس موقع على الانترنت، وبالتالي المعلومات اللي انت حتى بتشاركها دي هي بتكون مؤمنه بصوره كبيره عاليه جدا، بصوره تشاركيه كمان. انت تكلفتها ممكن تكون بالنسبه لك بتقدر عن طريق المجتمع بتاع ويكيميديا تصل لأفضل الأدوات التشاركية الخاصة بالمجتمعات المفتوحة المصدر.
وممكن انت كمؤسسات، مكتبات، مؤسسات غير ربحية، توفر على نفسك عدد كبير من الموارد اللي كنت هتستثمرها في انك تستقطب متطوعين جدد للموضوع اللي انت مهتم بانك تعمل فيه وتدخل. واحدة من الحاجات اللي هي انت برضو اللي بتهم اكثر المؤسسات الثقافية زي المكتبات والمتاحف والمعارض المهتمة بالتراث وبالمحافظة على الإرث الوطني وكل الحاجات الشبيهة والتاريخ والآثار وكده. انت كمؤسسة لما تنضم لمجتمع ويكيميديا بتكون بتساهم في تحت المحتوى بتاعك بصورة رقمية ومجانية. يعني التكلفة هي المجانية، ما انه معناها المحتوى بتاعك حيكون بعيد مجاني. تنظيم وحضور المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمؤسسات الثقافية. طيب دي عموما الفرص اللي احنا بنتكلم عنها هي متاحة للمستخدمين اللي بيكونوا جزء من ويكيميديا كوميونيتي. في فرص كثيرة ثانية نحن بس حاولنا نحطها كده في شكل تصنيفات كبيرة وعريضة. بعد ذاك الناس في تفاصيل أكثر ممكن نتناقش فيها لاحقا. طيب نتكلم عن أهداف مجموعة المستخدمين السودانيين. نحن كمجموعة بتاعت المستخدمين السودانيين عندنا خطة قصيرة المدى بتتكلم عن تحسين المحتوى السوداني من خلال تطوير المجتمع المستخدمين السودانيين. بنتكلم عن تدريب بتاع مدربين وزيادة أعداد الناس اللي بيقدروا يشتغلوا على المنصات المختلفة والمشاريع المختلفة الخاصة بالميديا. بنتكلم عن تحسين في الوعي المجتمعي حول المؤسسة بتاعت ويكيميديا ذاتها ومشاريعها وقدراتها على تنظيم الجلسات الإعلامية، تمليك الناس المعلومات، وضع الحقائق وتصنيفها وكده. بنتكلم عن المساعدة في تحسين وتوفير مصادر للمعلومات عن السودان من خلال بناء الشراكات مع صانعي المحتوى زي المكاتب والمتاحف والإعلام والمعارض. طيب بنتكلم عن برضو تأسيس تواصل وتبادل خبرات بين الأفراد ومجتمع ويكيميديا على المستوى السودان وعلى المستوى الإقليمي والدولي. مشاركتنا معارفنا وخبراتنا والتشبيك مع مؤسسات شبيهة. طيب بنتكلم برضو عن إنه في المدى القصير إحنا حابين نشوف مساحات صديقة للمجتمع بتاع ويكيميديا سودان. مؤسسات ثقافية بتقدر تستضيف فعاليات خاصة بالتحرير ولا بصناعة المحتوى، بتحقيق التحقق من المعلومات الموجودة وإضافة مثلا مصادر للمعلومات والمساهمة في المجتمعات بصورة عامة. نتكلم عن البرامج اللي نفذناها أو البرامج اللي حننفذها أو البرامج اللي بننفذ فيها بصورة مستمرة. طيب واحدة من البرامج اللي احنا نفذناها، احنا بنتكلم عن 2018 كنا جزء من ويكي جاب 2018 بدعم من السفارة السويدية. اشتغلنا فيه ونحن كنا جزء من 25 فرقة تلقوا تدريبات وساهموا في سد الفجوة النوعية في المحتوى عن النساء والسودانيات. في 2020 نحن وصلنا مرحلة أفضل اللي هي نحن نظمنا كمجموعة مع السفارة السويدية الحدث بتاع سد الفجوة النوعية. كنا المرة دي بمجموعة أكبر على مستوى جغرافي أكبر، كنا في الخرطوم وفي نيالا وانضموا لنا عدد من الشابات والشباب في تدريبات أولية، وبعدها كان على مدى شهر كان في عدد من القوائم اللي تطورت والمقالات اللي حصل لها تعديل وتم إدخال فيها صور ومصادر ومعلومات. نفتكر إنه كان فيها مردود ممتاز لأنه المجهودات اللي على مستوى الشهر دي كانت واضحة. نظمنا برضو كمجموعة وبدعم من السفارة السويدية برضو وعدد من المنظمات من المؤسسات الساهمة ويكي تهوى أفريقيا اللي هي مسابقة خاصة بالتصوير. هدفها الأساسي هو إسراء المحتوى الخاص بويكي كومون اللي هو إحنا زي ما قلنا هو بنك الصور والفيديوز الخاصة بالمشروع بويكي ميديا.
طيب عقبنا برضو ضمن الفعاليات دي ورش بتاع التعديل الجماعيه اللي احنا بنقول عليها ايديت فورم، هي كانت جلسات بتمتد من ساعتين 3 ساعات، اشتغلنا مع بعض كمجموعات بنتبادل فيها خبرات وبنشتغل مع بعض. نحن حاليا بنشتغل بصوره مستمره على المشروع الخاص بويكي سودان. ويكي السودان ده فيه عدد من القوائم، فيه عدد من التبويبات، التصنيفات، المقالات اللي احنا حنشتغل عليها، من ضمنها هي جلسات تحرير جماعيه. نحن هسه مع كوفيد 19 حاولنا نشتغل اونلاين اكثر، ما متوقعين انه احنا نقدر نعمل اجتماعات على الاقل صغيره بعد الفراج الحاصل ده، وننظم جولات بتاع التصوير برضه لتحفيز المتطوعين ومن المصورين الهواة والمحترفين للتطوع بانهم يسروا المحتوى البصري الخاص بالصور والفيديوز عن برضه. نحن بصوره مستمره بنتشارك الفرص واي تدريبات ممكن يكونوا الناس محتاجين. طيب في شنو يعني في الفتره الجايه ده ممكن احنا مخططين نشتغله؟ احنا عندنا واحده من الفعاليات الكبيره اللي هي بتركز على المحتوى الخاص بالمكتبات باعتبارها هي ده كان المصدر بتاع المعلومات لفتره طويله ومصدر موثوق، وفي كميه من المعلومات هي ممكن تكون ما قادرين الناس يصلوا لها لانها هي حديثه في الكتب والمراجع والمجلات في المكتبات، وما قادرين نستفيد من خبرات المكتبي مختصي المكتبات لانهم هم قاعدين في البيئه الامنه بتاعتهم دي. لكن احنا دي بتبقى زي فعاليه كده للربط ما بين المجتمعين الاونلاين والاوفلاين. بنتكلم برضو عن احنا هنشتغل على ويكي تهوى الارض، هو برضو فعاليه خاصه بالاسعاف المستوى البصري، وحابين نشوف حاجه خاصه بينا للسودان في المرحله المفصليه اللي احنا هسه فيها دي، ونشوف ويكي لوف سودان قبل 2021 ان شاء الله. دي مجموعه بتاع الصور وكده. نحن برضو مشروع، لو فصلنا شويه في المشروع بتاع ويكي سودان، هو مبادره برضو كبيره نحن شغالين عليها كمجتمع ويكيميديا سودان وكمجتمع ويكيبيديا العربيه. بدات الفكره منهم بعد ما شافوا المجلات اللي احنا اشتغلنا عليها والمقالات وكده. حاليا نحن عندنا عدد من المقالات المرتبطه بالبوابه تحت السودان، وتم تحديثها خلال الشهور اللي فاتت دي كم مره. حدثنا تقريبا 332 مقاله. الناس اللي بينضموا للمشروع ده هم حيشوفوا اللينك تحت الصفحه بتاعت المشروع، انت بتسجل اسمك كمستخدم بتاع ويكيبيديا. بعد ذاك في احصائيات متابعه ومراجعه للمقالات التيم. لو شايفين بالجنب الشمال من الشاشه في جدول مخطوط للجودة بتاعت المقالة، إذا كانت بتصنف فيها من قبل المحررين. تمام؟ ممكن أشوف البعض؟ أيوة. طيب نحن عملنا شنو في 6 شهور بصورة مختصرة كده، والناس لأنه الارقام دائما بتوصل المعلومه بصوره اسرع، فحبينا نخد ارقام لانه ما ممكن نخد مقالات او نجيب نص من المقالات على طبيعه اللايف ده. لكن احنا خلال 6 شهور بمساهمه كبيره من الشباب والشابات اللي انضموا للمجتمع بتاع ويكيميديا اللي هم مسجلين معانا عبر الفورم، كم 50 شخص سجلوا لحد الان. خلال 6 شهور دي عندنا 23 مستخدم نشط ومستخدمة قاموا بكتابة 153 مقال جديد، وعدلوا في أكثر من 691 مقال، أضافوا لها معلومات وأضافوا لها مصادر اللي هي دي العنصر المهم إنه تدعم معلومات أكثر من مصدر. أضافوا زي 596 مصدر بتاع معلومات جديد غير المصادر أصلاً كانت قاعدة في المقالات اللي كانت موجودة. أضافوا حوالي 468 ملف صورة على الويكي كومون. تم ربطهم كمان الصور ديل بعدد من المقالات. نحن تمام بنحمس الشابات والشباب إنهم يعملوا مجهودات أكبر في إنه تتربط قاعدة البيانات الخاصة بالصور مع المقالات. طيب منو شاف تعديلاتنا دي؟ منو شاف المقالات؟ منو استفاد من المعلومات دي؟ إحنا نتكلم عن إنه دي معلومات بقت متاحة. احنا بنتكلم عن 774 فيو اللي هي اطلال او اطلاع على المقالات. مجموعه التعديلات من ناحيه المعلومات من ناحيه الكم هي 5
95 كيلو بايت من المعلومات اللي هي معظمها تكست، فدي معلومات كبيرة ما معلومات بسيطة، خاصة إنه ويكيبيديا أقل من بايت فيها بتعمل فرق. طيب الرحلة بتاعتنا مع إنها قصيرة، لكن هي برضه إحنا رحلة فخورين بإنه نبدأها مع عدد من الجهات اللي دعمتنا في إنه نشتغل: السفارة السويدية بالخرطوم، مركز جسر للتنمية، مركز إمباكت هاب، معهد الدراسات الإنمائية، جامعة الخرطوم، وعدد كبير من الشابات والشباب المتطوعين اللي انضموا لنا وساهموا في إنه المجهودات دي تنجح. هل تضيفوا لها الباحثين السودانيين المرة الجاية؟ اي واحنا هنا بنفضل الباحثين السودانيين. طيب نخلي عصام يتكلم على التحديات اللي تواجه المستثمرين السودانيين. تمام، عصام تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة، تفضل. طيب هتكلم معاكم عن التحديات اللي تواجه السودانيين بالنسبة لاستخدام ويكيبيديا أو مشاريع ويكيبيديا. طيب نحن من ضمن المشاكل اللي تواجهنا السودانيين اللي عندنا المحررين، معظم المحررين اللي يراغبوا المقالات يكونوا من الوطن العربي، فمثلا بيكونوا كلهم من عرب. فمثلا اذا انت كتبت مثلا عن التاريخيه السودانيه وكتبت عن موضوع معين، هم بيشوفوه موضوع بالنسبه لهم موضوع ما شيق او موضوع ما ذات اهميه. وده برضه مشكله بتواجهنا، يقوم بعرض المقاله حقتنا للحذف للاسف الشديد. وده برضه ما في محررين سودانيين كثار، يعني دي برضه من الحاجات الحساسه عليها انه يكون في محررين سودانيين كثيرين عشان يعتمدوا لنا المقالات اللي بيكتبوها السودانيين او اللي عندها علاقه بالسودان بصوره اقوى. طيب دي اللي هي الملحوظيه اللي بتعتمد على تقديرات المحررين. طيب عندنا الجزئيه الثانيه اللي هي عدم توفر مصادر المعلومه المعتمده. طيب قاعد نعاني جدا من الحته دي يا اخواننا، وان شاء الله في مشاريعنا الجايه هنتكلم عن الـ One Life and One Reference على أساس إنه تكون عندنا مصادر. طبعاً ويكيبيديا بتعتمد على المصدر، على أساس أنت جبت المعلومة دي من وين؟ يعني إذا كتبت مقال، كتبت دورية، كتبت عن حاجة ربح بصورة، لازم تجيب المصدر اللي جبت منه المعلومة دي عشان يكون في مصداقية ويكون في citation المعلومة اللي أنت جبتها. يلا نحن حاليا بنحاول، عندنا مشروع حيوي شغالين عليه على اساس انه نعمل موقع انترنت ان شاء الله حيكون في القريب العاجل. موقع انترنت الناس تقدر تعمل بوست فيه، مثلا زول يعمل جولات تصوير، صور زول يكتب عن شخصيه سودانيه مهمه يحطها في الموقع بتاعنا، زول يكتب عن تاريخ السودان، زول يكتب عن تراث السودان في الموقع بتاعنا. ليه؟ عشان قدام نقوم نعمل شنو؟ نقوم نشيل المعلومه من الموقع ده تكون كمصدر لويكيبيديا، مش انه قاعد عندنا وين في موقع الوصايه السوداني. كده ممكن شويه نكون حلينا مشكله بتاعت عدم توفر مصادر المعلومه. طبعا برضه مصادر المعلومه كتب، مقالات. لو البرنامج بتاع ون لايف اذا ظبط بقى تمام، ايوه طبعا ده هيكون المكتبات تحت الجامعات السودانيه، يعني اذا الكتب دي بقت اونلاين او بقت معروفه وفي منها جزء موجود في ويكيبيديا، فانت ممكن تشيل المصدر من كتاب معين، مثلا كاتب سوداني او حتى من رساله جامعيه مثلا يتكلم عن حاجه معينه، فانت ممكن تفتش في المقال وتربطه بالمقال بتاعك يعني كمصدر، تعتبر شنو كمصدر. نفس الشغل بتاع السيتيشن، الشغل بتاع المصادر والمدارس، ويكيبيديا برضه بتعتمد الشغل ده. وكل ما بقى اخواننا مصادرنا كثيره عن المعلومات، كل ما بنقدر يكون عندنا محتوى سوداني يكون اقوى، المعلومات بتاعتنا بتكون متوفره بصوره ممتازه. فدي المشاريع الجايه ان شاء الله مشروع. برضه عندنا ويكي سورس، ده برضه المشاريع القادمه برضه بيعتمد على الكتب وعلى المقالات وعلى الدوريات.
ده إذا تم التنفيذ بتاعه حيكون عندنا مصادر جيدة للمعلومات. وثاني الجزء الثاني الصور، طبعا بنواجه مشكلة لأنه نربط المقالة بصورة، يعني مثلا إذا افترضنا عايز أتكلم عن قطر النيل الأزرق قد لا تلقى له صورة. طبعا ويكيبيديا لازم تكون الصورة حقتك أنت مصورة بتليفونك أو بكاميرتك، يعني أنت تكون المالك الصورة عشان يدوك الأحقية أنك ترفع الصورة دي. فبنعاني جدا من أن نلقى صور مثلا لشخصيات سودانية، شخصيات سودانية ما بنلقى ليها صور بالساهل. فبرضه يعني هنعمل جولات تصوير في المشاريع الجاية عشان الناس صور للمناطق الأثرية، صور لمؤسسات، لحاجات عندها علاقة بالتراث، للشخصيات السودانية المهمة، أساس أنه نقدر نربطها يا بمقالاتنا. ريت يا عصام تعدل وضع الكاميرا لانه انت ما ظاهر، وشك ما ظاهر. ايوه أوكي كويس شوف تمام. تمام، هاي طيب طيب صوتي ظاهر؟ ظاهر تمام. صوت. طيب تمام، فدي الحاجات اللي بنحاول نحلها اللي هي مصادر المعلومة. زي ما قلنا أن الصور مهمة جدا في المقالات، أنه كل ما مقالتك ممكن تدعمها بصورة أحسن. طيب عندنا الجزئية الثالثة اللي هي ثقافة التطوع المعرفي التشاركي. التطوع في ويكيبيديا أو ويكيميديا تختلف عن التطوع. طبعا في السودان ما شاء الله عندنا تطوع ممتاز جدا وناس بتمشي مبادرات وكده، لكن احنا تطوعنا بيختلف شوية. تطوعنا تطوع غير فيزيكالي، يعني ما بتكون موجود انت بنفسك مع ناس. التطوع بتاعنا تطوع معرفي، بتجتهد بتمشي تشوف لك معلومة، بتشتري مصدر، تكتب المقال وتجهزه وترفعه في ويكيبيديا. فالتطوع الثقافة دي شوية عندنا لسه ما موجودة أو ابتدت يا دوب. نحن بنحاول نكون في ثقافة زي دي اللي هي أنه ندي الناس فكرة أنه أنت ممكن تتطوع بمصادر المعلومة اللي عندك، تتطوع بكتابتها، تتطوع أنك تجتهد تجيب لنا مصادر معلومات ممتازة ذات ثقة. فدي الإشكالية برضو اللي بنعاني منها، اللي هو الناس لسه ما عندها ثقافة معرفية بعد التطوع التشاركي. ونوع الثقافة اللي هو نوع التطوع بالمعرفة، يعني زي ما قلنا عندنا مثلا زي مبادرات شرع الحوادث، وكل هذه مبادرات بتحتاج من نزول هو يكون موجود في شخص فيزيكالي. طيب عندنا الجزئية الرابعة اللي هي عدم اعتماد مصدر معتمد المعلومة، ودي يا اخواننا برضو من احدى الاشكاليات. يعني مثلا لو قلت لك بحث ان شاء الله بتاع ماستر، وجيت وديته للدكتور بتاعك وسالك قال لك المعلومه دي من ويكيبيديا، هيقول لك يا اخي المعلومه دي انا ما اعتمد عليك. لكن ويكيبيديا شغاله تعالج مع المشكله دي، عشان انه عندنا هنعالج حته ويكي سورس اللي هي ويكي مصدر، هي تكون عندنا مصادر معلومات متوفره. دي بتعتمد على المكتبات زي ما ذكرت قبل، وبرضه هيكون عندنا one library one reference، برضه هنعالج الإشكالية إن شاء الله. وهو مشروع عالمي، يعني ما هيكون بس في السودان، مشروع عالمي اللي هو من ضمنه نقدر تكون فيه مصداقية لمصادر المعلومات، عشان تاني لقدام ما يجي زول يقول مثلا أنه المعلومة دي جت من ويكيبيديا، إحنا ما هنحكي لك لأنه طبعا اللي ايوه عالم. طبعا هي في نفس الوقت فيها حريه، يعني مثلا اذا زول بيفتش في احدى المقالات ولقى انه في معلومه عادي صحيحه بيقدر يصححها طوالي مباشره، لكن بشرط ان انت لازم المعلومه اللي صحيحه تيجي تقول يا اخي انا جبت المعلومه دي من المصدر الفلاني الفلاني، اضفت كده، اضفت مصدر، اضفت سايتيشن في الحته المعينه دي. يعني هي تعتبر سلاح ذو حدين، يعني ممكن من فيها حرية إضافة المعلومات، في نفس الوقت ممكن أن الزول بيضيف المعلومة دي تكون غير جيدة. لكن برضه يا أخواننا في المراقبة، يعني
اي اخواننا اي مقاله مرفوعه للويكيميديا في عليها مراقبه، سواء كانت من المحررين المراجعين او من المراجع اللي اسمه بود، اللي هو ده مراجع الكتروني يراجع المقالات وممكن يحذف اذا انت مثلا اضفت حاجه غير صحيحه او فيها مشكله ممكن يحذف. ان شاء الله لقدام المشكله دي تختفي تماما، مشكله عدم اعتماد ويكيميديا كمعلومه. نمشي للجزئيه الخامسه اللي هي استمرار التيار الكهربي. طبعا دي مشكله كبيره عندها كل السودان للاسف الشديد، حاليا عايشين المشكله دي. بنحاول والله رغم انه كل القطاعات اللي بتحصل بنحاول نزول غير جدول الحاجات على الكهرباء، لكن ما زلنا بنعاني، واتمنى انه يعني الوضع يصلح قريب. هي مشكله طبعا عامه وكل السودان بيعاني منها، فان شاء الله كتبتوا أي يعني مقالات طبعا عن قاعد الكهرباء في تحرمنا انه السودان مثلا الأيام دي؟ طبعا قاطع باستمرار يعني لا، كتبتوا ساعات. مقالات عنها يعني، في كتبتوا مقال إنه الكهرباء في والله السودان ما فيها انت شنو تقول كيف لي كويس بادله جيده ان نقسم عنها مغالات. أيوة، هو لأنه مع انه هيجي يعني يوم من الأيام، هيجي يوم من الأيام هيكون الكلام ده تاريخ ان شاء الله، السودان هيكون كهربته يعني تمام، لكن جزء من التاريخ بتاع المرحله دي انه الكهرباء كان فيها مشكله. والله كلامك صح، ممكن نكتب عن حاجه زي دي ونقول انه الكهرباء انقطاع تيار الكهرباء في السودان كده، كلام ايوه، ممتاز الاحفاد على الاحفاد زمن. احفاد احفادنا بعدين ما بصدق انه والله الكهرباء دي كانت بتقطع في السودان يعني. اي والله. طيب نيجي للجزئيه الثالثه والاخيره اللي هي الانترنت في السودان، مشكله كبيره جدا ما زلنا بنعاني منها مهما جبت زين 4G ولا ام بي ان او سوداني، بتحس بانه انت ستيل ما لاقي نت. خليك انك انت شنو يعني، يعني الحاجات البسيطه البسيطه زي حاليا زي شغلنا اللايف ده، يعني مثلا انت ما قادرين يعني نظبط الصوره جيده، كان الصوره ما ظابطه، الصوت بيصل بعد مسافه، ويعني حتى تلقى في المنطقة الجغرافية معينة تلقى فيها زين كويسة، في حتة تلقى أي بقعة. غير كده برضو النت يعتبر غالي شوية، يعني مثلا الفوري لو أنت عاوز تجيب فوري هيكون يعني غالي، يعني ما مثلا زي السريج يعني شوية ممكن يعني نوعا ما بيقدر يجيبه، وده حدث في ولاية الخرطوم يعني، فما أدراك بالتغطيات. يعني الناس بتعاني معاناة جدا مع الإنترنت. الناس عندنا في معاناة كبيرة، إنه زميلتنا فاطمة أو زميلتكم أيوة حتى عندنا من الفريق زميلتنا بتاعكم فاطمة من جبير عندنا شباب بتحاول إنها كبيرين تخش جدا وكده يعني من البدايات. من نيالة. أي نعم، أيوة والله يعني بس الحمد لله، يعني إن شاء الله اللي قدام. وبرضه ممكن نكتب عنه مقال نقول أيوة مشاكل طبعا الإنترنت في السودان. مهم جدا، يعني هما توثيق، مشروع بتاع توثيق كبير يعني. إن شاء الله. طيب فكده احنا خلصنا. عندنا آخر حاجة اللي هي الانضمام لمجتمع ويكيميديا في السودان. طيب الانضمام يا اخواننا متاح لكل الناس، عظيم، متاح لكل المهتمين بإثراء محتوى الإلكتروني السوداني. ما درمنا غير أنك بس تسجل في الفورم الظاهر عندنا ده، بعدين هنحط في الكومنت ريت تاخدوه هناك لايف. في اللايف في الفيسبوك عشان الناس يكونوا متابعين. اوكي، انا اعمل له كوبي، علا هتعمل له كوبي في اللايف. ما عليك الا بس تسجل. مرحب باي زول، باي سوداني، باي سوداني عايز يكون عضو في المجتمع ويكيميديا السودان. ودي دعوه مطلقه من هنا على انه الناس في حب السودان وفي حب البلد في إثراء المحتوى السوداني وفي نشر المعرفة. نشر المعرفة هنا حاجة مهمة جدا بنحتاج ليها، وبيجي زول غيرك بيحتاج ليها، بتشتري معلومة تلقاها سواء عن السودان أو عن أي حاجة تانية. طيب نيجي للحتة الثانية للكونتاكت، آخر سلايد قبل الأخيرة.
عندنا ده الايميل بتاعنا اخواننا sd.wikimedia@gmail.com من اجل الرسائل طوالي. عندنا برضو الرابط على الصفحه بتاعت الفيسبوك، الرابط بتاع تويتر، وعندنا الرابط بتاع انستغرام وتليجرام، وده التليفون بتاعنا اللي هو تحت شغال برضو باستمرار، فموجودين في كل السوشيال ميديا وبنرد على اي زول على اي استفسار في نفس اللحظه. يعني الحاجه دي زي ما بقول شنو خدتيها احتياط كبير جدا، عشان لو في تساؤل، لو في مقاله غلبتك شغاله. يعني هسه مثلا في جروبنا بتاع الانستغرام نشيط جدا، لانه يعني عندنا ناس مثلا بيكتب في مقاله بيقول مثلا ما لاقي المصدر الفلاني، بنقوم نفتشه مع بعض نلقاه، او مثلا زول يكتب مقاله يقول اخواننا رجعوها لي. ده تحصل كثير جدا بالذات في الجروب بتاع التليجرام. بيكون مثلا في مقاله معينه محتاجه تصحيح او محتاجه مراجعه من مراجع عشان يتم اعتمادها. فيعني انت شير تو انفورميشن اكثر حاجه شغالين طبعا التليجرام، لكن موجودين في كل السوشيال ميديا. تليجرام طبعا لانه بيتيح لنا اكبر عدد ممكن من المشاهدين. ايوه اكبر عدد من المشاهدين ما عنده مشكله. غير كده الناس بتقدر ترفع فوق الفايلز الملفات بسهوله، يعني ما فيش مشاكل كثيره. فمرحب بكل الناس عبر كل السوشيال ميديا، عبر التليفون، عبر تويتر، انستغرام. وشكرا جزيلا، ونتمنى انه يعني نلتقي في مسارات اخرى وفي برامج اخرى ان شاء الله. وشاكرين ومقدرين جدا للدكتور انور الله لاستضافته لنا ولنشر المعرفة وللتعريف عن مجتمع في ميديا السودان. ونتمنى من الناس يعني يكون عندهم اقتراح كبير جدا في المحتوى السوداني ان شاء الله لقدام. وأكون عندنا مشاريع كثير هنعمل تريننج لكل الناس المتطوعين العاوزين يكون عندهم معرفة في كتابة مقالات، وعندنا الحاجات دي. بس عاوزين الكورونا شوية كده تخف، فطوال هنبدأ في مشاريعنا بتاعت الـ DOT عشان هم ذاتهم اللي قدام، هم ذاتهم هيصبحوا إحدى الناس اللي ممكن يقدموا تريننج. يعني احنا بندرب الزول عشان هو في نفس الوقت يبقى هو ذاته مدرب، يوري الناس كيف المقال واجهت المشكله دي تحلها، كيف تحرر، كيف ترفع صوره للمقال بتاعتك، كيف تعمل سايتيشن، كيف تضيف مصدر من موقع او من كتاب، او كيف ترفع PDF فايل تدعم بيها المقاله بتاعتك. فان شاء الله لقدام نقدر نعمل كل الحاجات اللي ممكن بالنسبة للـ DOT والتدريب. وشكرا جزيلا دكتور أنور، لو عندك أي إضافة. عافية والله. طبعا أنا شاكر جدا للبرزنتيشن والتعريف بالمجتمع. أنا من الناس الشغوفين جدا بنشر المعرفة وحبذ المعرفة السودانية، لأنه السودان بلد عنده تاريخ وحضارة يعني راسخة، يعني جغرافيا وتاريخيا وثقافيا الى اخره. واحنا عندنا سلسله الايام دي اسمها سلسله سيكولوجيه الزول السوداني، يعني فيها كثير جدا عن شعوب السودان. يعني مش الناس يقولوا قبائل السودان، هي شعوب السودان. كل شعب من الشعوب دي كان عنده يعني دولته، سلطنته، مملكته والى اخره. يعني وده احتمال جزء من الاحتقان الحاصل بيننا في السودان، انه كل واحد فينا عنده احساس انه والله يا اخي انا مهمش ولا مظلوم، انا كنت في يوم من الايام حاجه اكبر من الحاجه اللي انتم شايفين الناس حاليا دي والى اخره. جزء من التنشن بتاعنا الموجود. فاتمنى انه تعملوا لها مقالات سلسله سايكولوجي الزول السوداني مع محمد جمال الدين وعدد كبير جدا من رواد الناس. اي نعم. في حاجات بكره عندنا حلقه عن العسكريه والعسكر في خيال الزول السوداني، وفي حلقات كان عن عدم مشاركه المراه في. يا ريت ان شاء الله نقدم نعمل الموقع بتاعنا اللي هو فوق البوستنج، انه خد فوق بعض الحاجات اللي انا في تقديري انه الويب سايت ده المفترض انه يعني يكون حاجه يعني مشروع مستقبلي ولا حاجه حتاخذ زمن. الجوجل سايتس مجانيه، ممكن الناس تمشي تعملها. جوجل سايت دوت جوجل دوت كوم سلاش ويكيميديا سودان.
تردون فيه مقالاتك، ولا بلوجر دوت كوم سلاش ويكيميديا سودان تردون فيه مقالاتك. وفي حاجات كثيرة أنا بعتقد إنه هو نقص القادرين على الكمالي في مجتمعاتنا السودانية. أنا الصفحة بتاعتي في ويكيبيديا لي 10 سنوات، عمري 10 سنوات، كل ما أعمل لي حاجة ولا شارك لي في نشاط بقوم بمشي طوالي بغذيها. أسي ما شاء الله بقت سمينة، أوريكم لها، أقول لكم شير. وساعدني فيها اللي هو الصديق أبي شيك أبراتشي اللي هو كان سفير الويكيميديا في الهند ونائب رئيس الويكيميديا في نيويورك، وأسي حاليا انضم له بعثة الهند في الأمم المتحدة. فهذه حاجة بسيطة يعني أنا بحنك بها كثير جدا يعني. طوالي بسكت لك أنه عندي صفحة في ويكيبيديا بالمناسبة، مع أنها هي حاجة مجانية وبسيطة. أنت محتاج أنك بس تخط اللينكس والروابط، يعني أنه الكلام بتاعك اللي بتقول فيه ده والله عنده credible sources، وتقدر تخط صورة عايز تخط شنو إلى آخره إلى آخره، يعني حتى الأوراق العلمية نشرتها، المعارف شنو، فلسفتي في التدريس، مش انه انا والله زول رهيب ولا عظيم، لكن الحاجه دي ممكن ومجانيه ليه الناس ما مستفيدين منها، اللقاءات في الميديا اللي حصلت ليك الى اخره الى اخره. فدي حاجه بسيطه انا بدعو. هذا ممكن تضيفه للدول السوداني، لانه نحن ما قاعدين نستفيد من مصادر المعرفه المتوفره، والزول طوالب الاختبار والحاجه دي. انا يعني هيقول لك انه مثلا انا الناس هتشتغل ما هتشتغل بي او ما في داعي، او زي كان انا عاوز اسهر وكذا وكذا زي دي، فبقوم بيكسر الحنك بتاع انه يقوم يستفيد من مصادر المعرفه زي دي. يعني دي ممكن تضيفها برضه للسجل الدكتور السوداني، انهم عندنا المشكله دي ملاحظه يعني في بعض الناس مش خاص. نعم طيب برضه انا داير اشير لانه في مجموعه اسمها سودان ويكيبيديا انيشيتيف، والمجموعه دي كان عملناها تقريبا لها 5 سنوات كديريفاتيف من الباحثين السودانيين لإزراع المعرفة، ونحن سعيدين جدا إنه أصير المجموعة دي في يدينكم أنتوا. يعني إنها بدل ما تكون مجموعة قاعدة ساي ما نشيطة، أنتوا تاخدوها كجزء من الأنشطة بتاعتكم، وهنا ده الناس ممكن تنسق في الأنشطة. ده أسي السيمينار ده ذات، والويبينار بتاعنا ده أسي مشير فيها وكده، ونحن والله سعيدين جدا إنكم تكونوا في قيادة المجتمع. أنا شايف إنه في زملاء من الويكيميديا العربية تقريبا موجودين معنا في الويبينار، ممكن ترحبوا بهم. تفضل عم تكم ميوت للمايك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. باشمهندس محمد من مجموعة ويكيميديين الجزائريين، مرة أخرى نهنيكم بهذا الإنجاز عظيم يعني، ونرحب بالإخوة السودانيين. يعني في يعني احنا عارفين باللي فيه يعني، لكن الظهور هذا كان اكثر من منتظر منذ سنين يعني، واخيرا يعني نرى وجوهكم، نسمع اصواتكم، وكلنا فرح ويعني وبهجة لقدومكم معنا في تطوير المحتوى العربي في كل البلدان العربية وخصوص السودان هي عزيزة علينا. مشكور جدا لكم. جيت خصيصا يعني اللي اتعرف عليكم وباش نعرفكم يعني بس يعني باسمي وباسم كل يعني لو يسمحوا لي للإخوة كل في المجتمع باسمي وباسمهم، عشان يعني نعيد لكم يعني التهنئة بهذا الإنجاز اللي أنجزتوه يعني، وبالتوفيق يعني نتمنى لكم كل التوفيق يعني. احنا جاي اخو الله الجزائريين انتوا احلى ناس. الله يسلمك. شكرا جزيلا يا حبيبي. داري مباراة اللي عادة تاني في مدرمان تجونا ان شاء الله. ان شاء الله المريخ. علا ومرام، شاكرين جدا لبرشوندا ومخلفهم حمدي وأفكار عدد كبير من الأعضاء المجتمع العربي ساهموا في دعمنا على الانطلاق بقوة في المجتمع السوداني. شاكرين أيضا لواحد من الأعضاء المؤسسين
مستر فيليكس معانا من غانا، دعمنا في بداياتنا واشتغل معانا تدريبات كثيره وعدى معانا عدد من الخطط، وساهم برضه في تشكيك مجهوداتنا الخاصه بالسودان. نحن برضه فخورين بانه قبل يومين اعلنا النتيجه بتاعه مسابقه التصوير، كان فيها صدى ممتاز لانه عدد من المصورين والمصورات السودانيين يتعرفوا على ويكيميديا والمجتمع بتاع ويكيميديا ويساهموا في إسراء المحتوى السوداني. في أكثر من 400 صورة التقطت وتم نشرها والتبرع بها للمشاع، حقوق المشاع، الوصول المشاع، ترخيص المشاع. وشاكرين برضو للجنة التحكيم اللي كانت معانا خلال تحدي الكوفيد 19 والإنترنت والمشاكل الكثيرة. نحن مبسوطين إنه نشوف سودانيين وسودانيات شابات يعني يساهموا في إسراء المحتوى البصري عن السودان، ونبدأ نشوف صور مختلفة عن السودان. برضو ما ننسى زميلتنا فاطمة. إحنا كنا حريصين جداً إنها تكون معانا. يا ريت يا ريت يا فاطمة. عملت يعني كثير من المجهودات على مستوى دارفور، نيالا، الفاشير. شكراً برضو لصديقنا وعضو المؤسس حسن حسمون، مدون وناشط، اشتغل معانا برضو في التشبيك في الفاشير في نيالا. هو للأسف ما قدر برضو انضم لنا للجلسة دي، لكن هو موجود معانا. نحن طبعاً في النهاية زي ما قلنا في البداية مجموعة صغيرة بتمثل مجتمع كبير. المجهودات دي في النهاية يعني مجهودات، هي مجهودات أفراد اشتغلوا من خلف الكواليس، شابات وشباب بيساهموا يعني بتطوعوا بمجهوداتهم وبثمنهم وبدروشهم وبالإنترنت الغالي والكهرباء والكعبة وكذا، بتحدوا كل الحاجات عشان يشتغلوا على إسراء المحتوى السوداني. ونحن طبعا يعني بنحييكم تحيه كبيره جدا. زي ما قلت لكم قبل ما ابدا الويبينار، كان الكهرباء قاطع عين مرام وكان الانترنت ضعيف عندكم الى اخره. نحن فخورين جدا جدا بانه يعني against all odds كل الصعاب دي تخطوها، ويعني بتعرفوا ان حبكم لبلدكم وللانسانيه بصوره عامه عبر يعني توفير المعرفه عبر ويكيبيديا وكل المبادرات الثانيه. دار نبي في ناس تكلموا عن المشاعر الإبداعي اللي هو الكرياتيف كومونز، احنا في الباحثين السودانيين عملنا عنها محاضره كامله موجوده في الشانل بتاعتنا في اليوتيوب، ودي ممكن تعمل لها ريفرنس لو دايرين تشرح فيها كل التفاصيل بتاعت قوانين المشاعر الإبداعي اللي هو ال اول سم رايت ريزيرف الى اخره اجين ناي فيرسز الكوبي رايتس. فالمجتمع بتاعنا احنا في الباحثين السودانيين فيه كميه بتاعت كونتنت ممكن الناس تستفيد منها. ان احنا سي اللقاء ده هو موجود في الفيسبوك، لكن طوالي بعد ما ينتهي اللقاء بنرفعه في الشانل بتاعتنا في اليوتيوب عشان يكون اللينك بتاعه من موقع عام وليس من فيسبوك اللي هو موقع يعتبر يعني ديب ويب محتاج انك يوزر نيم وباسورد عشان تخشوا. ففي بالنا دائما انه والله المعرفه نعم محتاجين برضو نركز معاها بما يخص الترخيص المشاع برضو وحقوق التصوير وقوانين القوانين اللي بتقيد التصوير في السودان، التراخيص الخاصه بالتصوير الشوارع البانوراما. دي واحده من التحديات الكبيره اللي بتلاقي المصورين والمصورات في السودان والصحفيين في حاجات لها علاقة بالقيد الصحفي، بالتسجيل، بكل الحاجات دي. هي بتحد الناس اللي إحنا بنتكلم عن صانعين محتوى، فكل التغييرات الممكن تكون هي نحن في زمن ثورة علا المحتوى يختلف أي، لكن في النهاية إذا الناس ما نشطت في تغيير القوانين دي، أنا قصدي جزء من الشغل بتاعكم بيكون أدفوكسي فعلا في تغيير القوانين دي بحيث إنها تكون تودينا اتجاه انفتاح يوفر المعلومة للجميع. طبعا. يعني نعم احنا من اللقاءات اللي عملناها في الفتره اللي فاتت مع سلسله دور المركز القومي للبحوث في نهضه السودان، اخر لقاء كان مع مدير مركز التوثيق اللي هم ديل عندهم قاعده بيانات كل البحوث والباحثين بتوع المركز القومي للبحوث، ودي الناس يعني بالمئات، و
عندهم كونتنت خيالي جدا عن الاعشاب الطبيه والعطريه والمشاريع اللي عملوها والى اخره، فدي حته اعتقد انها بوينت اوف كونتاكت مهمه الناس يتواصل معها. وفي كم باحث من المركز القومي للبحوث اوريدي يعني ابدوا استعدادهم لانهم يتطوعوا معاكم، منهم ريان مدني، ونحن سعيدين احنا بنشوف انتوا الشباب دي مع بعض شغالين بتتفاعلوا وبالوعي ده وتحدوا الصعاب وكده، الواحد قلبه شويه بيبرد انه والله المستقبل بتاع البلد ان شاء الله حيكون افضل، يعني ان شاء الله كلنا جميعا كامه نمشي للامام. شاكرين لاخواننا واخواتنا اللي بيدعموكم والحي يدعموكم في المستقبل ان شاء الله، ونحن مسعدين لاي حاجه ممكن نعملها يعني كلنا من اجل الوطن يعني. اي كلوزنج سوت فاطمه، قدر ما حاولنا انه فاطمه ندخلها، لكن فاطمه ممكن تحاولي؟ فاطمه مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. واخيرا طبعا. واحده من المشاكل والتحديات اللي تكلم عنها عصام قبيل انه عندنا مشكله تاع الانترنت، عندنا مشاكل في التيار الكهربائي، وفعلا انا هنا في مدينه نيالا عندي انقطاع في التيار الكهربائي تقريبا قبل نص ساعه الكهرباء قطعت، لكن صوتكم واصلني، متابعة من خلال اللايف الموجود على الفيسبوك. تشرفنا كثير يا دكتور أنور إنك تكون معنا، وسعيدين جدا من انضمامك لنا لأنك حتكون دفعة لمشروعنا وللمحاولة اللي حنتكلم عنها واللي حنشتغل عنها لينك زول أكتف كثير شديد. من خلالك أنت إحنا دارين نصل لأكبر مجتمع ممكن أول أكبر عدد من الأفراد السودانيين الموجودين سواء كان داخل السودان أو خارج السودان، لأنه المشروع ما بيستهدف فئة معينة، وهو للجميع سواء كان طلاب سواء كان باحثين سواء كان أساتذة سواء كان أطباء، فبالتالي إحنا محتاجين أن نوصل صوتنا لكل الناس. عشان نقدر نوصل صوتنا لكل الناس فمحتاجين لناس يكونوا أكتف أكثر، فأنا سعيدة جدا إنك تكون معنا في اللقاء ده، وسعيدة جدا بظهور بشندة. ما قدرت أصبر عشان يشوفوني، لكن إن شاء الله حنتلاقى في مؤتمرات في مشاريع كثير، ويا حبذا لو قدرتوا وصلتونا في السودان يا بشندة ومجتمع الكوميديا الكبير. زي ما الشباب يتكلموا، إحنا فعلا مشكلتنا هنا إن الناس ما قادرة تشارك بحرية، يعني إحنا في النهاية مغيدين بظروفنا، مغيدين بحكومتنا، العقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك المفروض علينا كسودان. يعني لما بدينا نشتغل المشاريع لقينا إنه والله محتاجين لإعلانات أكثر، محتاجين لمتطوعين أكثر، محتاجين لناس يدعمونا عشان نقدر نوصل صوتنا. فأنا إن شاء الله من خلال اللايف الليلة أو الحاجة اللي إحنا قدمناها الليلة يكون عندنا أعضاء كثير، يكون عندنا صوت وصل لمجموعة كبيرة من السودانيين سواء كان داخل السودان أو خارج السودان. إن شاء الله كده بمساعداتكم نقدر نرفع اسم السودان والمجالات الموجودة جوا السودان والبيئات وكل المشاكل الموجودة عندنا والمناطق السمحة والجميلة، يقدروا العالم إنه يعرفوها من خلال الويكيبيديا ومن خلال المشروع الكبير اللي هو مشروع ويكيبيديا إن شاء الله. شكرا جزيلا. أنا بذكر الناس أنا كنت طالب بتاع ماجستير دكتوراه في كوريا الجنوبية، وكان كل ما يكون في مناسبة ثقافية في الجامعة ولا كده زول بيكون داري يشارك، وبتكون أنت داري تعرض عن بلدك. طلاب اللسي طلاب الدراسات العليا ولا بيقروا في تركيا وفي أمريكا وفي بيكون كلامي ده فاهمينه كويس، فالزول بيحتاج لمعلومة. يعني بتذكر أنا كان خطيت ملف بتاع أوديو بتاع نشيد العلم، الملف ده انا بسببه تواصلوا معي كميه بتاعت ناس، لانه لما نجي يوم الاستقلال ولا كده ما في ملف غيره كان، يعني علم السودان، الخرى بتاعت السودان، الصور بتاعت الشعوب بتاعت السودان الى اخره. فقدر ما يكون الموقع ده موجود هيكون الاكسس بالنسبه للناس افضل، والقيمه بتاعت المعرفه يا اخوانا الاقتصاد بقى قائم على المعرفه، يعني انت لو ما عندك معرفه ما في اقتصاد. دي الحاجه الجديده في العالم كله، ويفترض انه الناس تكون واعيه للمساله دي، واحنا نتمنى لكم كامل التوفيق، ونحن ان شاء الله حنكون زي ما بيقولوا كده نخد نفسنا في الواطه تمشوا في
فوق ظهرنا انتوا عشان تمشوا لقدام. دي مهمه كل جيل انه يعني يسهل الموضوع to pave the way للجيل اللي بعده. فشكرا لكم كتر خيركم وممنونين جدا للعمل العظيم تعملوه. شكرا للشباب في الجزائر وشايف في جوهري ده قاعد من البدايه. الله يديكم العافيه جميعا ويوفقكم وان شاء الله نكون متواصلين دائما يعني. يديكم العافيه. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم جميعا. الله يسلمك. شكرا شكرا شكرا.